اهلا بيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده يا ولاد الجزء التاني من حل اسئله الدرس التاني في ايه، في الوحده التانية. السؤال بيقول state the energy transformation، حدد تحولات الطاقه in each of the following simple electric cell. طبعا كل ده بسيط، مش هياخد معانا وقت طويل. في العمود الكهربائي البسيط، ها، تحول الطاقة إلى إيه؟ من إيه لإيه؟ من كيميكال إنرجي إنتو إلكتريكال إنرجي. برافو عليكم. إلكتريك أير، المكوى، ها، إلكتريك إنرجي تشينج إنتو هيت إنرجي. الداينامو من كاينيتيك إنتو إلكتريك. سيمبل بندلم من البوتنشال إنتو كاينيتيك أند فايس فيرزا. إلكتريك بيل، الجرس الكهربي، فروم إلكتريك تو ساوند. الموتور ده اللي هو اي حاجه بتلف، زي الموتور اللي في المروحه مثلا، يبقى من الكتريك لكينيتيك. الكتريك هيتر، من الكتريك لهيت. دراي سيل، العمود الجاف اللي هو حجر البطاريه، من كيميكال لالكتريك. الدراي سيل زي السيمبل الكتريك سيل. الكتريك لام، ها، زي الكتريك انرجي تشينج انتو لايت اند هيت انرجي. فريكشن بتوين هاند، الاحتكاك بين الايدين، يبقى من كاينيتيك لهيت. خلاص يا ولاد، اوكي. اللي بعده، منشن ذا نيم اوف ذا ديفايس ويتش از يوزد ان تشينجينج. هنا بقى قلب السؤال، هناك عاطيني الجهاز وعايز مني تحولات الطاقة، هنا عاطيني تحولات طاقة وعايز الجهاز. من الكتريك لهيت، يبقى الكتريك هيتر. من بوتنشال انتو كاينيتيك اند فايس فيرزا، سيمبل بندلم. من الكتريك انتو ساوند، الكتريك بيل، او ممكن نقول له راديو كاسيت. من الكتريك انجي انتو لايت اند هيت، الكتريك لام. من الكتريك انتو كاينيتيك، الكتريك موتور، او ممكن نقول له الكتريك فان، مروحة الكهربائية. من سولار انتو الكتريك، هنا سولار سيل، الخلايا الشمسية. رقم 7 يا ولاد، من نيوكلير انرجي انتو الكتريك انرجي. طاقة نووية ولا طاقة كهربائية؟ فين؟ في النيوكلير رياكتور. الهيت انرجي انتو كاينيتيك انرجي. طاقة الحرارية طاقة حركية، دي فين؟ في الكار انجن. الكار ايه؟ انجن. اللي بعد، وات هابن، ماذا يحدث؟ يلا، ماذا يحدث؟ انا هحللها لكم علشان الوقت. اول سؤال، بيقول ماذا يحدث؟ يو بول سيمبل بندلم اواي فروم اتس ريست بوزيشن. لما تدفع كرة البندول بعيد عن موضع السكون تو هايت بوزيشن، زين ليفت، ثم انسبها، ايه اللي هيحصل؟ بوتنشال انرجي تشينج انتو كينيتيك انرجي. And the speed of the pendulum increase when it passes by its rest position and decrease when it go away from rest position. يبقى طاقة الوضع تتحول لطاقة الحركة. طاقة السرعة بتزداد لما بتمر بنقطة السكون، وبتقل لما بتبعد عن نقطة السكون. degrees when it go away from rest position. ده السؤال الأول. 2، simple pendulum pass by its rest position. يحصل إيه للsimple pendulum لما يمر بالrest position بالنسبة للكينيتيك والبوتنشال؟ طبعا الكينيتيك بتبقى إيه؟ بتبقى maximum، والبوتنشال بتبقى minimum. إيه؟ كينيتيك انرجي بيقام ماكسيمم، اند بوتنشال انرجي بيقام مينيمم. اللي بعده، 3، موفينج بندلم ستريك ذا ريست 1. البندول لما بيصطدم بريست 1، ذا ريست بندلم ويل موف، هو ذا موفينج بندلم ويل ستوب. لما يصطدم بندول ببندول واقف، ها، الريست بندلم هتتحرك، والموفينج بندلم اللي كان بيتحرك هيقف.
خلاص يا مان. اللي بعده رقم 4، what happened the simple pendulum reach the maximum، لما يصل الى اقصى ارتفاع during its movement. طبعا kinetic energy become zero while potential energy become maximum. لما يصل كرة البندولة لأقصى ارتفاع البوتنشال بتبقى ماكسيمم والكينيتيك انرجي ايكوال زيرو. اللي بعده 5، ماذا يحدث ديمينج تو ديفرنت ميتال، لما نضع فلزين مختلفين متصلين بسلك ان ان اسيتيك سوليوشن في محلول حمضي، يحصل ايه؟ الكترو كارنت ويل فلو ثرو ذا واير. وممكن نقول له الكيميكال انرجي تشينج انتو الكتريك انرجي، تمشي لانها فكره عمل العمود البسيط، يبقى او الكترو كارنت ويل فلو ثرو ذا وايرز. اللي بعده رقم 6، ستة يا ولاد بتقول ايه؟ كويل واير كونكت ويز تو ميتال of simple electric cell، سلك نحاس اتصل بمعدنين 2 متر في simple electric cell around a compass. السلك ده ملفوف حوالين الكومباس، طبعا هيتولد تيار كهربي والابره بتاعت الكومباس هتتحرك او هتنحرف، يبقى the needle of the compass will deflect due to the passing an electric current، نتيجه مرور تيار ايه؟ كهرب. خلاص يا ولاد. رقم 7، burning fuel inside the car engine، لما نحرق وقود داخل محرك السيارة، the chemical energy change into heat energy which is change into mechanical energy، يبقى الطاقة الكيميائية تتحول إلى طاقة حرارية اللي بتتحول إلى طاقة ميكانيكية. يبقى the chemical energy change into heat energy which is change into mechanical energy. اللي بعد 8، overuse الاستخدام الزائد للكيميكال بيستسايدز، الاستخدام الزائد للكيميكال بيستسايدز مبيدات الكيمياء يحصل ايه؟ زي كوز كيميكال بوليوشن اوف ووتر سويل اير، بتسبب تلوث كيميائي للميه والتربه والهواء. اخر سؤال، وات هابن construction of the network of wireless transmitters of cellular phone near the building، بناء محطات الاتصالات اللاسلكية ها بتاعت التليفون المحمول بالقرب من المباني. زي causes electromagnetic pollution، ده بيسبب ايه؟ electromagnetic pollution، تلوث كهرومغناطيسي. نشوف المسائل. أول مسألة أول مسألة بقى بتقول إيه يا ولاد؟ نخلي بالنا مع بعض. Moving pendulum has mechanical energy of 40 جول. بندول بيتحرك عنده طاقة ميكانيكية 40 جول. طبعًا الميكانيكال اللي هي البوتنشال زائد الكينيتيك. Calculate its kinetic energy and potential as the highest point، عند أعلى نقطة. آدي البندول أهو. عند أعلى نقطة. عايز الكينيتيك وعايز البوتنشال. اولا الكينيتيك عند اقصى ارتفاع السرعه بتبقى زيرو، يبقى الكينيتيك ايكوال زيرو. طب ما هو الميكانيكال بتساوي مجموع الاثنين تساوي البوتنشال والكينيتيك، يبقى لو شلت الكينيتيك حطيت زيرو يبقى البوتنشال هي هي الميكانيكال، يبقى لما يطلب مني البوتنشال انرجي هي هي الميكانيكال اللي هي 40 جول. اتمنى تكونوا فاهمين. خلاص يا اولاد. اوكي اللي بعد المساله الثانيه، موفينج بيندلم هاز بوتنشال انرج اوف 0.8 جول از ذا ماكسيمم ديسبليسمنت، عندنا بندول اهو عند اقصى ارتفاع
البوتنشال عند اقصى ارتفاع البوتنشال بتساوي 0.8. في حاجه صعبه؟ تمام، معلش مش واضحه، نخليها واضحه. يبقى عند اقصى ارتفاع البوتنشال كام؟ 0.8 جول. تمام. if the mass of its ball، لو الكرة دي الماس بتاعتها بتساوي كام؟ 0.08 كيلوغرام. تمام؟ تمام. والجرافيتي اللي هي الاكسلريشن بتساوي 10. الاكسلريشن بتساوي ايه؟ 10. خلاص احنا عارفين ان الاكسلريشن بتساوي 10. المطلوب يبقى كالكوليت هاي هايت اوف ذا بندلم ات ماكسيم، عايز الارتفاع ده، اقصى ارتفاع للبندول. الله، طب انا عندي البوتنشال بتساوي الويت في الهايت، صح؟ معلش يا ولاد الصورة مش واضحة، نكتبها بشكل تاني بقى. ها، البوتنشال بتساوي الويت في الهايت، يبقى الهايت بتساوي ايه؟ بوتنشال على الويت. طيب الويت على جنب كده بتساوي الماس في الاكسلريشن اللي هي في 10. طب الماس بكام؟ 0.08 في 10 هتطلع 0.8 نيوتن. ده مين؟ ده الويت. نروح راجعين للقانون، الهايت بتساوي البوتنشال بكام؟ 0.8 على الويت طلع بكام؟ 0.8 على 0.8 تطلع 1 متر. أتمنى تكونوا فاهمين يا ولد. أوكي؟ طيب اللي بعده هو عايز ايه كمان؟ عايز الهايت، عايز البوتنشال. سوري، رقم بي، عايز الكنيتيك انرجي اوف ذا بندلم ات ساتش بوينت، عند هذه النقطة هنقول له الكينيتيك عند أقصى ارتفاع هتساوي زيرو، مش عايز كده. يبقى احنا جبنا له الهايت وجبنا له ايه؟ الكينيتيك عند أعلى ايه؟ نقطة. المسألة التالتة، نشوف المسألة التالتة بيقول ايه. موفينج بندلم اتس ماس از موفينج بندلم، بندول بيتحرك، نفس الفكرة، الكتلة 5 كيلو جرام، اتس ميكانيكال انرجي، يبقى انا عندي الماس، الماس هنا بكام؟ بي 5 كيلو جرام. خلاص فاهمين يا ولاد؟ اوكي 5 كيلو جرام. طيب والميكانيكال، الميكانيكال انرجي بتساوي كام؟ 200 جول، اللي هي الطاقة كلها، الطاقة الميكانيكية. الميكانيكال انرجي 200 جول، عند اتس بوتنشال انرجي از ذا ريست بوينت، في النقطة دي في ريست بوينت البوتنشال انرجي بتساوي 50 جول. تمام، يبقى عرفت الميكانيكال وعرفت الكتلة، وعند النقطة دي البوتنشال ايكوال 50 جول. كالكوليت، عايز ذا هايست هايت اوف ذا بندلم از ذا ريست بوزيشن، عايز الهايت هنا. سهلة جدا، الهايت هتساوي البوتنشال على الويت، صح؟ طيب البوتنشال بكام؟ عند الريست 50 على الويت، مش موجود الويت بس موجود ايه؟ الماس. موجود ايه يا ولاد؟ الماس. الماس 5. طب ما هو الويت بتساوي ماس في 10 في الاكسلريشن، يبقى 5 في 10 ب 50، يبقى نقول له 50 على 50 لان الويت طلع 50. 50 على 50 فيها كام؟ 1. 1 ايه؟
واحد متر. خلاص يا ولاد، نقول تاني البوتنشال بكام؟ بفيفتي. هو عايز الهايت عند الريست. طب ما هو الهايت بتساوي البوتنشال على الويت، يبقى 50 على الويت. الويت هو مش عاطيني الويت، عاطيني الماس. طب الويت بتساوي ماس في 10، 5 في 10 ب 50، يبقى 50 على 50 فيها الواحد. تمام؟ تمام. اوكي. نطلع لفوق شوية كده عشان نعرف نحل. طيب عايز رقم بي، البوتنشال انرجي اوف ذا بيندلم از ماكسيمم هايت. عايز البوتنشال عند اقصى ارتفاع. خلي بالك بقى، عند اقصى ارتفاع الكينيتيك ايكوال زيرو، يبقى البوتنشال هي الميكانيكال. يبقى عند اقصى ارتفاع رقم بي تطلع البوتنشال بتساوي الميكانيكال. بتساوي كام؟ بتساوي 200 جول. يبقى عند اقصى ارتفاع يا محترمين الكينيتيك ايكوال زيرو، يبقى البوتنشال هي الميكانيكال بتساوي 200. خلاص يا ولاد، يبقى كده حلينا رقم 3. 4، نشوف 4 مع بعض. The opposite figure الشكل اللي قدامك بيوضح حركة البندلم. its mass is 1 كيلوغرام. البندول ده كتلته 1 كيلوغرام. تمام. And its kinetic energy during passing through the rest. الكينيتيك انرجي وهو بيمر بالريست في النقطة دي، الكينيتيك بتساوي 8 جول. خلاص؟ احسب its mechanical energy as the highest point. عايز الميكانيكال عند اقصى ارتفاع. خلي بالك بقى، at highest point اتفقنا عند اقصى ارتفاع الكينيتيك ايكوال زيرو، يبقى يبقى الميكانيكال هي البوتنشال. فلو جبت البوتنشال كأني جبت ايه؟ الميكانيكال. يبقى لازما ايه؟ الميكانيكال انرجي بتساوي البوتنشال زائد الكينيتيك. طب ما الكينيتيك زيرو عند اقصى ارتفاع. ات هايست بوينت الكينيتيك ايكوال زيرو، لان السبيد ايكوال زيرو. يبقى البوتنشال هي ايه؟ يبقى الميكانيكال هي البوتنشال. يبقى لو جبت البوتنشال اكن جبت الميكانيكال. نجيب له البوتنشال بتساوي الويت في الهايت. طب الويت احنا عندنا الكتله 1 كيلوجرام، الويت بتساوي ماس في 10، يبقى اكن الويت بكام؟ ب 10. في الارتفاع هو جايبه اهو هايت 1، يبقى بتساوي 10. 10 ايه؟ جول. يبقى الميكانيكال انرجي از هايست، هنقول الميكانيكال بتساوي البوتنشال بتساوي 10 تنجو. سهله ولا صعبه؟ سهله. طيب اللي بعده، عايز السبيد از مومنت عند لحظه المرور بالريست. عايز السبيد وعاطينا هنا الكينيتيك. طب خلي بالك معايا بقى، بص لما يطلب منك السبيد القانون بتاع السرعة، V باور 2 بتساوي 2 في الكينيتيك على الماس، صح؟ بتساوي 2 في الكينيتيك بكام؟ الكينيتيك ب 8. ما قال إن الكينيتيك انرجي ديورنج باسنج ثرو ذا ريست، الكينيتيك هنا ب 8 على الماس. طب الماس بكام؟ كتلة الكرة بتاعت البندول 1، يبقى 2 في 8 بكام؟ 16. بس ال 16 دي تخص ايه؟ في باور 2. يبقى الفي بس بتساوي سكوير روت الجزء التربيع ال 16، تطلع 4 متر بير سكند. خلاص يا ولاد؟ طبعا في طريقة تانية للحل، إن أنت ممكن لو أنت نسيت القانون ده تكتب إيه بقى؟ بص كده معايا، تروح كاتب القانون الأصلي اللي هو ايه؟ البوتنشال، اسف، الكينيتيك انرجي بتساوي نص ام في باور 2،
وتطبق عادي جدا. الكينيتك بكام؟ بتمانية، بتساوي نص في ام واحد في في باور تو. يبقى تمانية بتساوي في باور تو على الاتنين. إذن في باور تو سوى اتنين في تمانية بستاشر، يبقى الفي بتساوي، يبقى الفي هتساوي الجذر التربيع لستاشر اللي هي أربعة متر بير سكند. هي خلاص يا ولاد. اللي بعده يبقى كده جبنا له السبيد وجبنا له الميكانيكال. آخر مسألة ممكن نحلها تحت كده، بيقول لك إن ذا شون فيجر في الشكل قدامك، إف ذا ميكانيكال إنج أو ذا بندلم 40، الميكانيكال اللي هي إم إيه، احسب البوتنشال عند كاينيتك إنج أز ذا بوينت 1، بوينت 1 دي اللي هي أقصى ارتفاع، يبقى الكاينيتك بتساوي زيرو عشان السبيد إيكوال زيرو، وطالما الكاينيتك إيكوال زيرو يبقى الميكانيكال هي هي البوتنشال هي هي 40 جول. تاني عند أقصى ارتفاع هنا أو هنا كلام واحد، كانيتك ايكوال زيرو. طب البوتنشال، ما هو الكانيتك الميكانيكال بتساوي البوتنشال زائد الكانيتك، يبقى يطلع البوتنشال هي هي الكانيتك، يبقى هو طالب مني البوتنشال هي هي الميكانيكال. فاهمين يا ولاد؟ البوتنشال هي هي ايه؟ هي هي الميكانيكال طالما الكانيتك ايكوال زيرو. الميكانيكال بتساوي البوتنشال بتساوي 40 جول. فاهمين يا ولاد؟ اوكي. صفحة 134 الصفحة اللي بعديها أسئلة بقى متنوعة. What is meant by the law of conservation؟ إيه قانون بقاء الطاقة؟ اللي هي energy neither created nor destroyed but it change in from form to another. حاجات بسيطة يعني مكررة. Energy is neither created nor destroyed but it is converted from one form to another by using many technological applications. اشرح الكلام ده. حالة الكار انجن، الله، في الكار انجن هنقول له البرنج فيول، البرنج فيول اتشينج انتو كيميكال انرجي، والكيميكال الكيميكال انرجي تشينج انتو هيت انرجي. تاني يا ولاد مع بعض، في الكار انجن لما بنضع الوقود بيحترق، يبقى فروم كيميكال انتو هيت او ثيرمال، بعد كده الثيرمال تشينج انتو ميكانيكال، بعد كده الميكانيكال ا بارت اوف ميكانيكال تشينج انتو الكتريكال انرجي باي داينامو، بعد كده الالكتريك تشينج انتو لايت انرجي ان ذا الكتريك لام، ساوند انرجي ان ذا راديو كاسيت، هيت انرجي ان ذا الكتريك هيتر، اللي هي تحولات الطاقه داخل المحرك بتاع السياره. اوكي سهل. شو باي درونج ذا ستراكشر، وضح بالرسم تركيب السيمبل الكتريك سيل، ووضح الدايركشن. طبعا هنا بيتركب من جلاس كونتينر وفيه H2SO4 عند كبريتيك، وفيه هنا ايه تو ديفرنت بليت، فاكرين واحده كبر بيعمل كبوزيتيف والتاني زنك بيعمل كنيجاتيف، وبيمر التيار منين؟ من القبر للزنك. ده تركيب العمود البسيط. أربعة، how can you explain the effect of some countries؟ إزاي تشرح مجهود بعض الدول to share in some organization، إنها بتشارك بعض المنظمات، which are concerned اللي هي مهتمة بـ environmental protection، environmental protection حماية البيئة. Do you think that we need such organization؟ هل احنا في حاجة الى هذه المنظمات؟ طبعا احنا في حاجة الى هذه المنظمات. هنشرح نقول له ايه بقى، ان some countries share in some organization to protect the environment from pollution because some technological application has negative effect. نقول تاني، الدول دي بتشارك في بعض المنظمات to protect the environment from pollution because some technological application has negative effect، لها تأثيرات سلبية. وفي الآخر هنقول له إيه؟ طبعا so we need such organization. اللي بعده، name five of the technological application، أذكر خمس تطبيقات تكنولوجية و
which convert an energy اللي بتحول الطاقة من صورة لأخرى. Then mention what is the energy transformation ثم أذكر هذه التحولات. طبعا زي مثلا إيه electric fan دي من ضمن التطبيقات بتحول electric into kinetic. مثلا electric heater بتحول electric into heat. الالكتريك لام بتحول الالكتريك انتو لايت اند هيت. الداينامو بتحول الالكتريك بتحول الكينيتيك انتو الكتريك. مثلا السولار سيل بتحول الالكتريك بتحول السولار انرجي انتو الكتريك انرجي. فاهمين يا ولاد؟ وهكذا. دي خمس تطبيقات بتحول الطاقه من صوره الى اخرى. ستة، illustrate some technological application وضح بعض التطبيقات التكنولوجية in our life then mention their negative effect بعض التطبيقات اللي هي الصفحة دي وتأثيراتها السلبية اللي هي دي. اذكر خمسة. فكان الصفحة دي تذكر اي حاجة. الكار الاكسوهوست بتعمل chemical pollution of the air. الميليتري explosion they leave harmful effect disease بتعمل disease and causes this. الكيميكال بيستسايدز زي كوز كيميكال بوليوشن للسويل والووتر والاير. اوكي الحقيقه انا في يعني حال المحافظات والحاجات دي مش بتيجي الحاجات دي بشكل يعني كتير فاهمين، بس انت لازم تحفظ كم نقطه فيهم يعني. اوكي النيوكلير ويبون الاسلحه النوويه زي كوز ماسيف ديستراكشن سبب تدمير شامل. النتورك اوف وايرلس ترانسميترز بتاع التليفون المحمول زي كوزز الكترو ماجنتيك بوليوشن. اللي بعده استادي ذا فولوينج. انا بعتذر يا ولاد. رقم 12 استادي ذا فولوينج فيجر ادرس الشكل ده. زين انزر ذا فولوينج كويتشن ثم اجب على الاسئله الاتيه. From the opposite figure and by using the words من الشكل ده باستخدام هذه الكلمات zero maximum minimum complete the following table اكمل هذا الجدول. في البوزيشن A الكاينيتيك عند اكثر ارتفاع هتبقى zero. البوتنشال هتبقى maximum. سهله صح؟ نقطه B عند النقطه B الكاينيتيك بتبقى maximum عشان السرعه بتبقى maximum. طب والبوتنشال بتبقى قريبة من الأرض فبتبقى مينيمم. عند النقطة C زي النقطة A بالظبط الكاينيتيك بيبقى زيرو والبوتنشال بيبقى ماكسيمم. سؤال سهل. اللي بعده from the opposite figure من الشكل اللي قدامك ده answer the following question اجب what happen when ماذا يحدث dipping the terminal نهايتين القبر نهاية سلك القبر لما نضعه in the lemon. طبعا ايه اللي هيحصل what happen هنقول له needle deflect give reason due to passing the electric current. يبقى لما نضع الكبر واير هنا هيمر تيار كهربي له تأثير مغناطيسي يبقى magnetic needle deflect تنحرف. ليه؟ due to passing electric current. طيب ماذا يحدث؟ replacing the zinc rod with copper لما استبدل الزنك بالكبر هنقول له the electric current will not pass مش هيمر لان لازم يكون فيه طرفين مختلفين. والنيدل doesn't deflect سهله خالص. replacing the lemon with potato لما استبدل الليمونه بالبوتيتو هي هي هيحصل ان هيمر تيار electric current will pass and the needle will deflect لان بيبقى فيها محاليل املاح بتمرر التيار الكهربائي عادي. رقم B نوت انجي تشينج انتو نوت انجي من الزلمون طبعا الكيميكال تحول الى الكتريك في الليمونة هنا زي السيمبل الكتريك سيل تتحول الطاقة الكيميائية لطاقة كهربائية. اخر صفحة يا ولاد
يعتبر خلاص خلصنا. فروم ذا اوبجكت فيجر مش الشكل اللي قدامك. انسر ذا فروم اجب. منشن ذا نيم اوف ذا اوبجكت ديفايس اذكر اسم هذا الجهاز. سمبل الكتريك سيل. ليبل ذا فيجر اكتب البيانات. واحد كبر سيل. أربعة ده اللي هو الزنك. تلاتة ده جلاس كونتينر. اتنين سلفوريك أسيد. صح؟ ايه تاني؟ يبقى واحد اتنين وتلاتة جلاس كونتينر أو كونتينر إناء، وأربعة اللي هو الزنك. حلو الكلام؟ طيب منشن ذا نيم قلناه، ليبل ذا فيجر قلناه، منشن ذا ايديا فكرة العمل. فكرة العمل تشينجينج كيميكال انرجي انتو الكتريك انرجي. منشن ذا دايركشن اذكر اتجاه مرور التيار. ان ذا واير هنقول له فروم كبر تو زنك، يبقى من الموجب للسالب هنقول له فروم كبر تو زنك تو ايه؟ زنك. اللي بعد هدى منى سميرة جايبهم كلهم بنات، معرفش ليه يعني. يلا اشمعنى بقى؟ يلا ما نعرفش، هنشوف بقى. هدى منى سميرة تراي تو ميك، عايزه تعمل جزء عشان بنات شاطرين يعني وكويسين. طب ما عندنا اولاد برضو شاطرين وكويسين. يلا مفيش مشكله، المؤلف بقى يعوضها المره الجايه ان شاء الله. هدى ومنى وسميرة tried to make model، عايزين يعملوا نموذج للسيمبل الكتريك سيل as in the following figure، في الأشكال دي. It shows the correct figure whose lamp become light، أنهي شكل بقى يعتبر تركيب صحيح واللمبة تنور. نشوف هدى عملت دي، جابت كبر وكبر. نقول لها لا أنت غلطانة يا هدى، لازم يبقى الاتنين مختلفين. منى كبر وزنك تمام، ويتش تو اس او فور اعتقد منى صح، زنك وزنك الاخت سميره غلط. يبقى لازم دي تبقى هي ايه الصح عشان تو ديفرنت ايه ميدل. اخر حاجه فروم ذا اوبوزيت تو سيركت، الشكلين اللي قدامنا ده. انسر ذا فولوينج كويتشن، وات ار ذا انرجي ترانسفورميشن ذات هابن اون كلوزنج ذا كي ان ذا تو سيركت، لما اقفل ده التغيرات الطاقه ايه بقى؟ هنا لمبة يبقى من الكتريك. خلي بالك بقى دي في كذا حاجة الحقيقة، في الباتري فروم كيميكال تو الكتريك، في اللامب فروم الكتريك تو لايت اند هيت، في الشكل اتنين. ان ذا باتري نفس الكلام فروم كيميكال تو الكتريك، في الالكتريك في الجرس فروم الكتريك تو ساوند. خلاص يبقى لما نذكر تحولات الطاقة نذكر في البطارية واللمبة في الشكل الأولاني، في البطارية وفي الجرس في الشكل التاني. What do you feel when touch the electric lamp after closing the key? I feel hot. أشعر بسخونة. خلاص؟ ليه؟ Because the electric energy change into light and heat. يبقى نشعر بإيه؟ بسخونة. فين؟ في الإلكتريك لامب لما نقفل الدايرة لمدة معينة في دايرة واحدة. خلاص يا أولاد؟ طيب. Which of these two circuit من الشكلين دول سيوتابل مناسب فور ذا اتنشن لانتباه، نجذب انتباه ديف بيرسون. ديف يعني شخص اصم مش بيسمع، يبقى نقول له ايه وان ليه؟ نعتمد على الراي. بلايند بيرسون الشخص الكفيف، انا دايره تنفع له هو مش هيشوف اللمبه، يبقى نقول له تو. ليه؟ لانه يتحول الى الكتريك انتو ساوند. فاهمين يا ولاد؟ بكده خلصنا كل الاسئله، اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا فهمتوا بقى. ما تنساش اللايك الجميل وتشير الفيديو عشان كل زمايلك يستفيدوا. ربنا معاكم وربنا يوفقكم، والى اللقاء يا محترمين في الفيديو القادم ان شاء الله.